ابن والروح القدس إله واحد آمين نوح الرجل البار رجل من رجال الله الأبرار في العهد القديم في الفترة اللي كانت موجودة كمان في قرب بدء الخليقة هو نوح ونوح اسم معناه راحه اسم معناه تعزيه نوح كان انسان بار شهد ليه ربنا كان الشر ابتدى ينتشر جدا وسط البشر اللي كانوا موجودين خصوصا وسط نسل قايين وكان موجود ولاد لله هم كانوا نسل شيس لكن كانت المشكله اللي ابتدت تظهر وابتدت تبان ان ابتدى الناس يكثروا على الارض ويولدوا ليهم بنات وحدث ان راى ابناء الله بنات الناس انهم حسنات فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه هو بشر وتكون ايامه 120 سنه تدو نسل شيس ده النسل اللي كان بيعبد ربنا وماشي مع ربنا يشوفوا بنات من بنات نسل قايين اللي الكتاب وصفهم ان هم بنات للناس وابتدوا يتزوجوا منهم ويختلطوا معاهم ولان هم كانوا بعاد عن ربنا فبالتالي بعدوا كمان ولاد ربنا عنه وابتدى يعم الشر وابتدى ينتشر الشر وابتدت البشريه تزيغ تبعد عن ربنا لكن وسط كل الناس اللي كانوا موجودين بعاد عن ربنا يظهر معانا النهاردة واحد جميل رجل من رجال الله هو نوح اللي وصفه الكتاب المقدس إن هو راجل بار ونوح هو العاشر من نسل آدم رقم عشرة من النسل اللي جه بعد أبونا آدم واسمه معناه راحة أو تعزية ولما بلغ نوح من العمر حوالي 500 سنه ابتدى ربنا يتكلم معاه، خاطب ربنا نوح وابتدى يقول له البشريه زاغت والبشريه فسدت، البشريه بعدت عن ربنا واخد ربنا قرار انه هيهلك البشريه بالطوفان. عايز اقولك ان الطوفان كان كلمه جديده كانت حاجه مش معروفه في الوقت ده كانت حاجه الناس ما شافتهاش قبل كده لكن ربنا نادى على نوح وخاطب نوح وقال له يا نوح هتبني ليك فلك فلك مش في المية الفلك هيكون على الارض على قمه جبل الارارات وقال له هتبني ليك الفلك ده عشان انا ههلك بقيه البشريه من خلال الطوفان العجيب لا والجميل ان نوح صدق لأنه آمن بربنا، صدق إني هيكون في طوفان، آمن إن ربنا الكلمة اللي بيقولها هينفذها، عشان كده هو واحد من ضمن رجال الإيمان اللي قال عنهم معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، لما أوحي ليه عن الطوفان رغم إن ما كانش شافه ربنا سمح ان قلب نوح يكون في مخافه ناحيته، فبنى فلكا لخلاص بيته، بنى فلك عشان يكون سبب للنجاه لنوح ولاسرته ولاولاده وكمان بعد كده للنسل اللي هيجي منهم للبشريه كلها، فيه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان، اجمل ما في ابونا نوح ان هو كان الانسان الوحيد المتمسك بربنا وسط البشر اللي كانوا موجودين في الوقت ده كله الجميل في ابونا نوح ان لما ربنا كلمه هو صدق كلمه ربنا ليه وقعد نوح يبني الفلك 120 سنه قدر المفسرين ان دي الفتره اللي كان يدوبك نوح يقدر يبني فيها فلك بالحجم والمواصفات الكبيرة اللي كان ربنا قالها له لأن كان قال له إن أبعاد الفلك هيكون 300 ذراع في 50 ذراع في 30 ذراع أبعاد كبيرة هيتكون من ثلاث طوابق ثلاث أدوار لأن هيدخل في أصناف كتير من الكائنات الحية اللي كانت موجودة في الأرض في التوقيت دون لكن نحطو لمدة مدة 120 سنة كان واثق في كلمه ربنا. نوح طول مده ال 120 سنه كان ايمانه ثابت، نوح طول مده ال 120 سنه كان بيدعو الناس ان هم يعملوا معاه، واكيد اللي كان هيقبل الدعوه كان هيخلص هو كمان، لكن الناس حتى لو كان فيهم اكيد تاجر في بعض الامور اللي كان نوح عاوزها عشان يعرف يبني الفلك مدوا ببعض الامور نظير مال او نظير اي شيء في التوقيت دون الا ان هم رفضوا ان هم يقبلوا دعوته رفضوا ان هم يقبلوا دعوه ربنا فعاوز اقول لك ان لمده 120 سنه نوح كان شاهد على البشريه انها مش راضيه تسمع لكلمه ربنا وظل نوح يبني الفلك طول المده دي كلها لحد ما اتم بناء هذا الفلك واول ما انهى نوح بناء الفلك امره ربنا وقال له هيدخل هو وأسرته، عددهم كام؟ عددهم كان ثمان أفراد، نوح وزوجته وأولاده الثلاثة سام وحام ويافس وزوجاتهم، وخلي بالك إن في وسط العدد دون شيء جميل ناخد بالنا منه إن كل واحد فيهم ما كانش عنده إلا زوجة واحدة، واضح جدا إن كل واحد فيهم كان لازال متمسك بوصيه ربنا لان الناس حواليهم كانوا اختلطوا بالنساء الغريبات وكانوا بياخدوا ليهم زوجه واكتر لكن كون ابونا نوح واولاده الثلاثه كل واحد فيهم لما دخل الفلك ما كانش معاه الا زوجه واحده فده معناه ان هم كانوا لازالوا متمسكين بشريعه ربنا وبوصيه ربنا اللي كان قالها لادم ان كانت ليه زوجه واحده وهي حواء وأمروا كمان ربنا ان ياخد معاه من الحيوانات الطاهره سبعه ازواج سبعه من الذكور وسبعه من الاناث عشان يقدموها بعد كده ذبائح بعد فتره الطوفان ومن الحيوانات غير الطاهره اللي ما كانش بيتقدم منها ذبائح قال له ياخد زوج واحد ذكر وانثى اكيد ربنا في الوقت دوّن اعطى نوح حكمه كبيره انه يدير امر بناء فلك عظيم بالصوره دي فاكيد كان يحتاج الى حكمه ومعونه كبيره من عند ربنا، إنه يحتمل أكيد سخرية الآخرين البعيدين عن ربنا، أكيد ده كان يحتاج قوة ودعم من ربنا سند بيهم نوح، إنه كمان كان طول الوقت بيعمل بجد وبهِمّة وبنشاط واثق في وعد ربنا، أكيد ده قلب كان مليان بالإيمان، كمان المدة اللي قعدوها طول الوقت بعد كده جوه الفلك كان نوح مطالب بما انه هو الكبير والمسؤول عن كل الكائنات اللي كانت موجوده جوه الفلك وكل الاشخاص اللي موجودين جوه الفلك كان محتاج ان يوفر لهم الاكل بتاعهم اكيد كمان اجاد جدا نوح في التدبير دبرهم كويس جدا طول المده دي كلها ازاي كان يسكنهم ازاي كان يراعي كل الاحتياجات بتاعت كل الأفراد اللي كانوا من أسرته معاه وكل كمان الكائنات الحية اللي كانت موجودة مهابة كبيرة أعطاها ربنا لنوح وحكمة كبيرة أعطاها ربنا كمان لنوح طول المدة دي وأول ما دخل نوح إلى الفلك ومعاه أسرته وكل الحيوانات والكائنات الحية اللي كان ربنا قال له يدخلها معاه إلى الفلك ربنا هو اللي أغلق الباب ربنا هو اللي قفل الباب فبالتالي مهما كان حد بره هينادي او هيطلب او حتى هيصرخ ما كانش نوح خلاص يقدر يفتح له هنا عدل الله عدل الله مع نوح اللي صبر طول المده دي وهو متمسك بربنا لكن الباقي ربما يكون ما كانش بيسمع ربما يكون كان بيسخر فربنا قفل الباب عشان محدش حدش منهم خالص يدخل الى الفلك بعد ما ربنا هو اللي قفله وأصبح الأمر في مهابة عظيمة الأمر أصبح فيه خوف كمان كبير لأن ربنا هو اللي قفل وسمح ببدء حدوث الطوفان انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء والمطر فضل أربعين يوم وأربعين ليلة بينزل ومن الارض كمان كل الينابيع بقت بتطلع الميه بتاعتها فاضت المياه من البحار ومن الانهار بالاضافه الى ميه المطر اللي نازله من فوق متخيل المشهد الميه من كل مكان بقت بتملى الارض كلها غطت كل الاماكن غطت كل الكائنات غطت كل الجبال بكل كمان القمم بتاعتها ارتفعت الميه فوق الجبال الشامخه حوالي كمان 15 ذراع كاملين أربعين يوم والمية بتنزل والمية بتتفجر من كل الينابيع وبعد الأربعين يوم دول ابتدت المية تهدى من الأمطار وابتدت تنسد مرة تانية ينابيع الغمر وطاقات السماء اللي كانت بتنظر المية وبتنزل المية على كل الأماكن اللي كانت موجودة وأكيد خلال طول المدة دي كل البشرية اللي كانت موجودة عدا نوح وأسرته وكل الكائنات كمان اللي كانت موجودة برة كلها ابتدت إنها إيه تهلك بسبب المية وبسبب الطوفان وفضل الفلك مستقر طول مدة وصلت لحوالي 150 يوم فوق جبل أرارات اللي موجود حالياً على الحدود ما بين أرمينيا وبين تركيا واستمرت المية في حالة بقى من الركود وحالة من السكون وبعد استقرار الفلك بحوالي 75 يوم ابتدت رؤوس الجبال تبان ابتدت بعض معالم للأمور الطبيعية والجغرافية اللي على الأرض إنها تبان فابتدى نوح يرسل غراب كان يخرج الغراب ويعود مرة تاني كذا مرة، وده كان معناه بالنسبة له إن مش لاقي مكان لسه يستقر فيه، فكان بيرجع للمكان الآمن بالنسبة له، لكن في النهاية أرسل نوح حمامة، الحمامة دي اللي خرجت إلى بره رجعت مسرعة مرة تانية، وبعديها بمرة تاني، بعديها بحوالي أسبوع، أرسل نوح الحمامة مرة أخرى، لكن المرة دي رجعت ليه وفي فمها ورقه زيتون خضراء، فعلم نوح أدرك إن الميه قلت بره على الأرض، بعديها بأسبوع أرسلها مره تاني، لكن المره دي خرجت الحمامه وما رجعتلوش، وده كان معناه إنها لقت ليها أماكن خضراء وأماكن للحياه بره على الأرض، ورجعت الحياه مره تاني، لكن نوح ما خرجش من الفلك، رغم أنه هو بقى في دلالات. وشواهد تؤكد بالنسبة له أن الموضوع برة تحسن وأصبح ممكن يرجعوا للحياة على الأرض مرة تاني لكن عاوزك تاخد بالك من نقطة مهمة قوي مع نوح هنا أن زي ما ربنا هو اللي دخلوا إلى الفلك وأغلق الباب نوح منتظر نداء ربنا بالخروج ما خرجش منه نفسه ما اتكلش على زراعه هو البشرية ولا اتكل على تفكيره لكن هو لازال منتظر ربنا اللي يقول له يلا عشان تخرج لحد ما ربنا فعلا أمره مرة تانية بالخروج خرج هو وعيلته والحيوانات اللي كانت موجودة معاه كلها في الفلك والجميل أن نوح أول ما خرج من الفلك بنى نوح مسبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا جميل نوح رجل صلاة بيقدم ذبيحة شكر لربنا انه نجاه من الطوفان ومن طول الفترة اللي كان فيها هلاك بيحصل على الأرض كلها وانتهى الطوفان ونجا منه فقط نوح ومراته وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم وهم دول اللي منهم مرة تانية حصل تجديد للبشرية منهم مرة تانية حصل تجديد للعهد بين الله وبين الإنسان بداية تانية جديدة قرر الرب ألا يحدث طوفان مرة أخرى وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الانسان شرير منذ حدثته ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت ربنا قال الشيطان بيحارب الانسان تصورات بتبقى في قلب الانسان شريره فربنا قرر من ساعه الطوفان انه ما يلعنش الارض مره اخرى ولا يميت الانسان مره اخرى بالطوفان واعطانا علامه عهد في هذا الموضوع وبارك ربنا نوح كبداية جديدة للبشرية بارك ربنا كمان ولاده مرة تانية سام وحام ويافس وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض وكأن ربنا بيجدد عهد جديد مرة تانية مع البشرية وفي الوقت دوّن سمح ربنا للإنسان لأول مرة بعد الطوفان إن هو يأكل لحما ولدبه حيه تكون لكم طعاما كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع. واعطى الرب علامه العهد اللي بقول لحضراتكم عليها وهي كانت قوس قزح الا يتكرر الطوفان، لكن زي ما كان ربنا قال، قال ان عمر الانسان من التوقيت دون مش هي هيبتدي يقل تدريجيا ومش هيزيد بعد كده عن تقريبا 120 سنه. عاش نوح بقى بعد الطوفان وعمل فلاحا في الارض. وابتدى نوح يكون فلاح ويغرس كروم ومنها كمان بقى فيه عصير كرم ومنه يتخمر فبقى فيه خمر وبقى فيه من هذا الخمر خمر مسكر شرب منه نوح وتعرى داخل خباء داخل الخيمه بتاعته، وكان نتيجه لهذا الخمر ان هو فقد وقاره وفقد وفقد كمان احترامه، ولما اتعرى نوح البار بسبب هذا الخمر نشوف ان ابنه حام وابنه كنعان، كنعان ابن حام، لما شافوا نوح في هذه الحاله من السكر، جريوا وابتدوا ان هم يخبروا سام ويافس، لكن سام ويافس اتصرفوا تصرف حسن أخذوا الرداء ووضعوا الرداء على أكتافهم ومشوا به إلى الوراء وسطر عورة أبيهما سطروا العورة بتاعة أبوهم ما بصوش عليه ما عملوش أي تصرف كان لا يليق في هذا الوقت ونتيجة لهذا التصرف النبيل والحكيم من سام ويافس باركهم نوح لكن كنعان الابن اللي كان من ولاد حام فربنا لعنه لسوء تصرفه صحيح لم يلعن حام لان ربنا كان باركه قبل كده عند الخروج من الفلك وظلت هذه اللعنه ملتصقه بكنعان وبنسله بعد كده وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنه وكان عمره وقت احداث الطوفان 500 سنه وكان في مده للبناء بتاع الفلك فحوالي مجمل عمر نوح وصل ل 950 سنه ثم مات رجل من رجال الله الابرار اللي وصفوا الكتاب المقدس انه كان بار بالنسبه للجيل اللي عايش فيه ربما يكون كان ليه خطا او خطيه في ايامه الاخيره اكيد قدم توبه عنها لكن الكتاب يظهر لنا اخطاء هؤلاء الرجال لان الذي بلا خطيه وحده هو ربنا يسوع المسيح اللي ليه كل المجد لكن قصه حياه نوح قصة جميلة، رجل من رجال الله اللي شهد لربنا طول عمره وطول مدة حياته، وينطبق عليه إن هو كمان كان واقف ضد العالم كله، صدق ربنا، صدق كلام ربنا، كان ليه إيمان حقيقي بربنا، عمل بجدية وبإخلاص مع ربنا، نفذ كل الترتيبات والتعليمات والأمور اللي ربنا أوكلها إليه، أعطاه الله حكمة، أعطاه الله نعمه كبيره لذلك كان نوح بارا في جيله لربنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين